اما نشوف شعب كان فيروس سي اللي اتعودنا عليه برضه، والناس بتنسى الحاجات الكبيرة اللي عملت ملايين اللي نتيجتها طلعت في نادي الانتخاب على فكرة. يعني ده من ضمن الحاجات اللي الناس ما كانتش عاملة حسابها، او يعني المحللين ان في كريدت او في يعني حاجات الرئيس عملها لكم كبير قوي من الشعب، طلع رد له بميل في صندوق يعني. وبالتالي فيروس سي اللي كان مدمر صحة اغلب المصريين واحنا عادي جدا كنا بنتعامل معاه، القضاء عليه دي قصة كبيرة. ما هو ده جمهورية جديدة، شعب صحي يعني. انت تاخد شعب متأكل بمرض مش عارف تسيطر عليه وتقول له اشتغل وفكر وايه، ولا خلصت الاول مرة؟ ده انا بقول الاول الحاجات اللي هي اثرت على ملايين اتردت في الصندوق على فكرة. يعني معلش بطلع من الحتة دي، وانت بتتكلم على مستقبل الوطن، مستقبل الوطن قدر يؤدي دوره كحزب منظم، عمل ايه؟ قدر يطلع الحب ده للصندوق، وانما الحب موجود والشعبية موجودة. الاختلاف ان ما كانش ممكن حزب موجود بهذا التنظيم في كل حتة يقدر يطلع المشاعر والحب ده. المشاعر والحب زمان بتبقى موجودة بس مش في الصندوق، موجود بس مش نازل يعني. انا عاوز مين؟ عاوز الرئيس. هي دي الفكرة اللي مستقبل الوطن قدر يعملها. اخر حاجة عشان انا نفسي اسمع مصطفى بيه اصلا يعني. احنا بنسمعك وسمعت بيك. لا يا فندم، ان الاهداف اللي الرئيس والحكومة بتعملها سنين اللي فاتت، غير البنية التحتية وغير نقلة قوية جدا لمصر، صحيح كعبنا في كورونا، وإنما النقلة الأساسية والتفكير الأساسي إن إحنا كنا شعب مستهلك بس، والأزمة كانت موجودة وبيتردم عليها بس، يعني هي بتكبر يعني. القصة الأساسية إزاي تطلع من شعب مستهلك لشعب عندك قدرات. أنا بتكلم بقى في الزراعة، في الصناعة، في السياحة، في أي مجال، إزاي وان الشعب ده يحس، وده التطور اللي حصل، ان احنا ما بنخترضش او ما عندناش عجز موازنة عشان ناكل ونشرب بس، لان ناكل